مشاهدينا الاعزاء برحب بحضراتكم من جديد ومواجهه جديده مؤجله من لقاءات دوري نايل. موعدنا اليوم مع قمه اولى مرتقبه مواجهه تكسير العظام في لقاء صعب جدا تتكهن بنتيجته ويحمل شعار نكون او لا نكون. الفائز هيكون مولود والخاسر اكيد مفقود. الاهلي يستضيف بيراميدز في 9 مساء اليوم على استاد القاهره الدولي في اللقاء الاول بينهما من الجوله 14 لدوري نايل. مواجهه اليوم تاتي بعد غياب 11 شهر و20 يوم 355 يوم منذ آخر لقاء جمع الفريقين بالدوري، وكان بالتحديد يوم 23 يوليو 2023 بالجولة 28، وقتها بيراميدز فاز على الأهلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء. وده المصادفة اللي الفريقين هيلعبوا بعض تاني بعد 10 أيام مرة تانية في القمة التانية. الأهلي وبيراميدز صراع على مين يقدر يوقف التاني. الأهلي يبحث عن الفوز رقم 13 ليكون فوز متتالي ويوقف مسيرة بيراميدز اللي فايز بقاله دلوقتي 14 حتى الآن مباراة، فبالتالي بيراميدز يعمل أنه يواصل كتابة التاريخ، خاصة وأن الفريق التاني في تاريخ الدوري في عدد الانتصارات المتتالية بعد الأهلي. الأهلي على مر تاريخه حقق 17 فوز متتالي، فهو في المرتبة الأولى يأتي خلفه بيراميدز، فبالتالي بيراميدز النهاردة عاوز يدخل المباراة ويصل للفوز رقم 15 على التوالي. وللمفارقة أن في أرقام الفريقين، أن الأهلي في آخر 10 مباريات ليه سجل 23 هدف فعلي واثنين اعتباري، وكذلك بيراميدز سجل حتى الآن 23 هدف في آخر 10 مباريات. الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات، عاوز يطلع من النقطة 57 يروح للنقطة 60، جمع 57 نقطة من 23 مباراة، عاوز يوقف قطار انتصارات بيراميدز حتى الآن، فبالتالي الدوافع مختلفة. النادي الأهلي النهاردة بيدخل المباراة وهو في المركز الثاني، فبالتالي ما عندوش شك أن هذا الطريق هو الطريق الأمثل للحصول على اللقب 44 في تاريخه. بيراميدز المتصدر واللي بيقدم واحدة من أفضل مواسمه حتى الآن منذ تواجده في الدوري، لما لا؟ وأن انتصاره في 7 مباريات المتبقية يعني دخوله التاريخ من أوسع أبوابه وتتويجه باللقب الأول له في تاريخه، وهيكون الفريق رقم 8 اللي حقق الدوري بعد العظماء السبعة، طبعا الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المقاولون العرب، غزل المحلة، والأولمبي، والترسانة. هل ممكن بيراميدز ينضم لهذه العلامات الكبيرة الضخمة في تاريخ الكرة المصرية؟ أكيد هنشوف ونعيش تفاصيل المتبقية من مباراة الدوري، ومباراة اليوم أكيد هتفرق كتير جدا مع الفريقين. لو اتكلمت عن الأرقام والإحصائيات الخاصة بالنادي الأهلي على مستوى خط الهجوم، هلاقي النادي الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، سجل حتى الآن 54 هدف، كم لاعب؟ 17 لاعب ساهموا في ال 54، جمعهم من 23 مباراة، فيعتبر الأقوى هجوما في الدوري العام، عكس بيراميدز. طبعا بيراميدز في الناحية التانية يعتبر أقوى خط دفاع، استقبلت شباكه في 27 مباراة استقبلت 17 هدف، فبالتالي الحسابات والمفارقات مختلفة، لكن الدوافع زي ما قلت لحضراتكم هي 50-50. النهارده بيراميدز عاوز يحافظ على شباكه تكون نظيفه قدام الاهلي، لكن خلوني اقول لحضراتكم ان مباراه النهارده هتشهد عده صراعات داخل الملعب. في حراسه المرمى هتلاقي الثنائي محمد الشناوي واحمد الشناوي، على منطقه خط الدفاع هتلاقي محمد عبد المنعم في الاهلي وهناك محمود مرعي، وفي الوسط هتلاقي امام عاشور في الاهلي ووليد الكارتي، لكن في مركزين مهمين جدا مشتعلين، واحد للفلسطيني اللي عنده 8 اهداف قبل ما يدخل هذه المباراه وهداف النادي الاهلي حتى الان، والثاني عنده 13 هدف وهو هداف الدوري وهداف بيراميدز وهو الكونغولي فيستون مايلي. اعتقد مين هيخلص المباراه لصالحه هيزود من غله اهدافه اكيد في سرعه كبير جدا، هنشوف اما الفلسطيني او الكونغولي هو اللي غير شكل ونتيجه المباراه بين الفريقين. مفيش شك زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي ما عندوش طريق تاني غير اللي عارفه، طريق انه يكسب هذه المباراه، عكس لو انت خدت بالك او ما خدتش بالك ان بيراميدز عاوز يمشي نفس الطريق اللي بيمشي عليه النادي الاهلي. الصراع خارج الخطوط هيكون مشتعل بين السويسري مارسيل كولر والكرواتي يوريسلاف كرونسلاف عفوا يوريتشيتش، طبعا المواجهه الاولى بين الكبيرين. كولر قبل كده قابل بيراميدز في 4 مواجهات، فاز في 3 خسر في 1، لكن الراجل ده اول مره يقابل النادي الاهلي واول مره يقابل كولر. التاريخ كبير بين الفريقين، شهد مباريات كبيره، الفريقين لعبوا بعض 14 مره، الاهلي تفوق وفاز في 6، تعادلوا الفريقين في 4، اما بيراميدز فهو فاز في 4 لقاءات.
بعيدا عن لغة الأرقام، تبقى مواجهة اليوم مواجهة مصيرية في تاريخ الفريقين.